مشاهدينا، وللوقوف على تفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية والقدس في ظل تصاعد انتهاكات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة المحلل العسكري الفلسطيني عبد الله العقاد. أستاذ عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. قوات الاحتلال تواصل إجراءاتها العسكرية وتغلق مدينة أريحة شرق الضفة الغربية في وقت أيضا تتواصل المواجهات في نابلس. كيف يمكن ربط هذه المواجهات والإجراءات بقمة العقبة الأمنية؟ نعم، هي الأحداث الفلسطينية التي انطلقت في بوادر ثورية واضحة نحو انتفاضة ثالثة في مواجهة هذا العنف الصهيوني المتصاعد، نعم، الذي وصل ذروته بأن أصبحت هذه العصابات الصهيونية هي الحكومة ذات الكيان التي ترى أن مشروعها الأساسي هو قائم في الضفة الغربية وليس في تل أبيب ولا في يافا، بل المكان الموعود هي الضفة الغربية على اعتبار أنها هي هدى والسامرة، وبالتالي الصراع في الضفة الغربية هي صراع وجود، ليس أمام الفلسطين إلا أن يقاتل عن وجوده. ولكن الغريب أن الأصل كان يجب أن تكون هناك وحدة، كما هناك وحدة موقف ثوري، كان يجب أن تكون وحدة في الإطار السياسي الرسمي للسلطة الفلسطينية، نعم، مع الشعب في مواجهة الاحتلال الذي يستهدف الكل الفلسطيني والوجود الفلسطيني. انزياح السلطة وانحيازها لصالح أن تكون في العقبة ليس أكثر من تمكينها لقمع الثورة. يعني لم يكن سقف العقبة بالنسبة للسلطة إلا توفير الإمكانيات والتفريغات الأمنية والعتاد لقمع الثورة، وكأن الدور هو دور أمني بحت دون أي أفق سياسي، ولا سيما أن السياسة يعني منذ أمد قد أقفل الأفق أمامه وأصبح السلطة ملتزمة من طرف واحد بكل الاتفاقيات الأمنية مقابل أن تبقى الامتيازات لبعض رموز هذه السلطة. وبالتالي النقيض تماما أن تذهب السلطة باتجاه الاحتلال في مواجهة الشعب، بينما الاحتلال يمارس أقصى درجات العربدة. لا أقول قطعان مستوطنين، لأن هؤلاء القطعان المستوطنين هم اليوم يشكلون وزيرا منهم قطبا أمنيا هو وزير الأمن القومي بن كفير وسبوتريتش، وهذه الوزارة الصهيونية التي تكونت من هذه العصابات. إذا المستوى الرسمي الصهيوني والمستوى العصابات المستوطنين هم كلاهما الآن ينبعان من بوتقة واحدة في معاداتهم للوجود الفلسطيني. أنا أقول للوجود الفلسطيني ما في تفرقة بهذا الوجود أن يكون ثوريا أو يكون مواطن عادي، لا، أو كل الوجود أصبح محل على المحك، وبالتالي ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا أن يستمر في ثورته وإلا أنه سيقتلع. ولا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يعيد نكبة جديدة، ولهذا تجد الثورة الفلسطينية في تمدد وفي تصاعد وفي اشتباك يومي لحظي مع الاحتلال وقطاع المستوطنين. نعم، هناك من يرى أن حكومة نتنياهو لم تذهب إلى العقبة من أجل التهدئة كما يشاع، ولكن من أجل ترتيب الأوراق لحقبة ما بعد عباس. هل من دلالات على ما أعلن أو خلاف ذلك ويرفضه معارضو اجتماع العقبة؟ هو ما يتعلق بالعقبة هو كلها جاءت في سياق دور تبحث عنه السلطة منذ أن أعلنت صفقة القرن. عندما أعلنها ترامب كان أول من رحب بصفقة القرن عباس في البيت الأبيض، لكن عباس عارض صفقة القرن عندما لم يجد له فيها مكان ولا دور. أما وقد انطلقت الثورة الفلسطينية أصبحت هذه الثورة مهدد لهذه الترتيبات الأمنية أو ترتيبات الجيوسياسية التي تريد أمريكا في المنطقة، فالسلطة وجدت الدور الأمني. الآن هل عباس هو مستمر؟ لا، عباس هو أنهى مشواره لصالح حسين الطريف اللي هو الشيخ ليستكمل هذا الطريق الذي بدأه عباس بالدرجة الأولى، ولا زال يسانده عباس بكل قوة، نعم، وهي قمع أي ثورة فلسطينية، بل عمل جاهدا منذ أكثر من 10 سنوات على إعدام إمكانية انطلاق ثورة فلسطينية. يعني نعم، كان التحدي أمامه ألا تكون ثورة فلسطينية. الثورة الفلسطينية وجدت من واقع المستحيل لأن التهديد على الوجود الفلسطيني. نعم، هي ترتيبات ليس لما بعد عباس، هي ترتيبات المنطقة في إطار جعل الكيان الصهيوني محورا وحليفا استراتيجيا في مواجهة الشعب الفلسطيني، وليس كما يزعمون مواجهة إيران. لا، هم يواجه الشعب الفلسطيني على اعتبار الشعب الفلسطيني هو نقيض المشروع الصهيوني، وبعد ذلك هو يتم التفريق كل من يدعم الشعب الفلسطيني. فلذلك يجب الالتفات الواضحة أن المهدد من هذا الحلف الذي يجري ترتيبه في المنطقة هو الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولا يجب أن نلتفت لما تضخ الدعاية من حيث التوجيه الخاطئ.
أن هذا التحالف هو لمعاداة مشاريع أخرى تستهدف المنطقة، وكان إسرائيل بكل هذه المعاداة للمنطقة ليس هي العدو الأوحد والأولى بمحاربته. إغفال هذا الأمر هو فيه خطورة عالية جدا، لكن ترتيب المشهد سيكون بإرادة الشعب الفلسطيني. نعم. الذي هو يقدر على خربطة الأوراق، وبالتأكيد هو الذي أعاد للسلطة اعتبارها، ولكن السلطة بكل أسف لم تحسن استثمار اللحظة. كان يجب أن تحسن استثمار اللحظة وتعيد لها دورا سياسيا وليس دورا أمنيا قمعيا، لأنها إذا ما لا سمح الله سنجحت في قمع الثورة، هل أين سيكون دوره؟ أنا أقول لك لن يكون لها دور. هل تملك اليوم السلطة الفلسطينية أن يكون لها دور سياسي وليس أمني فقط ضد الفلسطيني؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه اليوم. هي قزمت حالها ولم تبحث عن دور سياسي، بكل أسف هي تبحث عن دور أمني مقابل ارتهان هؤلاء المتنفذين لمصالح شخصية ترتبط بوجودهم وامتيازاتهم، وهذا ما بات مكشوفا وواضحا للشعب الفلسطيني، وهذا ما كشف عنه بيان العرين الذي دعا الجماهير أن تذهب بالتكبير، لأنه كشف عن مخطط تضلع أو يعني تزعمه حسين الطريفي أنه استعد أن يقمع الثورة مقابل أن يكون له دور أمني بحت وليس له أي غطاء سياسي. نعم. طيب اليوم إذا كان الاحتلال رغبة في استمرار بسياسة الاستيطان ولم يقدم أي دليل على ترك للاستيطان اليوم ولا حتى وعود، فكيف أو على أي أساس جلس ممثلو السلطة اليوم مع ممثلي الاحتلال في العقبة؟ للأسف هذا ما أكدته عندما سحبت السلطة قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان، وهذا ما يؤكد أن السلطة فعليا تتقاطع مصيريا مع وجود الاحتلال، وهي بذلك تسعى إلى تأبيده من خلال قمع ثورة الشعب الفلسطيني، وهذا ما يجعل الشعب الفلسطيني خياراته أوضح. نعم. في مواجهة كل من يعاد المشروع الفلسطيني في مقابلها المشروع الصهيوني بكل تفاصيله، وأنت تعلم أن هذا المشروع الصهيوني لم يقوم في المنطقة إلا بمعاونة كثيرين. نعم. من غزة المحلل العسكري الفلسطيني عبد الله العقاد، شكرا جزيلا لك.